بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعينا الكرام أينما كنتم. رأيت نفسي أصعد درجا، ما أكثر هذه الرؤيا وما أكثرها انتشارا وتداولا. قبل أن أبدأ في سرد تأويل صعود الدرج في المنام، يعني شيء مضحك أحيانا عندما نرى أن التأويل واحد، أن التأويل صعود الدرج عز نزوله نسب أو ذل بعد عز، أو يعني ستصاهر شخصا أو كذا، انتهى الموضوع وقضي الأمر. إخواني الكرام، يجب أن تركزوا في نقطة مهمة جدا جدا جدا. نحن في عصر حديث، نحن في عهد جديد، نحن في عصر الانترنت، نحن في عصر التطور. سنبدأ بالتفاصيل. الدرج قد يكون من الإسمنت، الدرج قد يكون مبنيا أو مصنوعا من حديد، الدرج قد يكون من خشب، الدرج قد يكون كهربائيا، الأسانسير نسميه الأسانسير بالفرنسية، الدرج قد يكون يعني مركب من رخام، الدرج قد يكون رخاميا أثريا. فهذه تفاصيل مهمة جدا في الرؤية يجب أن نركز عنها. على العموم إخواني الكرام، كل صعود في درج هو الوصول إلى تحقيق الأمنيات، ويمكن أن نؤول الدرج مهما كان نوعه بعدد سنين الحياة إذا عرفنا عدد الدرجات هذه، يعني ما تبقى للإنسان من عمره. والله أعلم، هو الذي يعلم ما في الأرحام ويعلم الغيب ويعلم الأجل، نحن لا نعلم، لكن اجتهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل. إذن إخواني الكرام، يقول لك الرأي رأيت نفسي أني أصعد درجا. أول شيء، لأن أنا عامل هذا الفيديو تعليمي، أنا أعمله، أنا أستطيع أقول لك أن تصعد علو شأنك دون تعطيل، الحمد لله. فمباشرة يجب أن تسألوا على نوع الدرج. إن كان إسمنتيا فأمور مضمونة بإذن الله، لأن الإسمنت صعب جدا كسرها، يعني وكسرها يعني يدل على انتهاء الأجل عندما يكون الإنسان صاعد فيها وتنهار به، فهو انهيار حياته لا قدر الله، أو انهيار يعني حاجته المادية يعني إلى أسفل السافلين، انهار الدرج كيف سيصعد، انتهى الموضوع. قد يكون خشبيا ويعتبر يدل عن حياة كلها رخاء، لكن تكون حساسة، فقد يظهر بعض المنافقين في حياتك، أو إذا كان فيه كسر مثلا، أو فيه يعني مسامير خارجة، أو فيه بعض الأشياء التي لا تبعث بالطمأنينة. وقد يعني يدل الدرج الخشب مثلا على أنه لابد في حياتك أن تواجه ما قد كتب لك من نفاق البشرية ومن الاستعانة ببعض البشر، لا بد، لأنه قد ينكسر، قد يعني يعني أحيانا يدل في بعض الرؤى إذا كان يعني مصنوعا من الخشب الجيد، لأن أغلب يعني الأدراج الخشبية توضع في البيوت من الداخل، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا يجب أن نركز عنها إخواني الكرام. وصدقوني أني أسجل عشوائيا، يعني أنا أسجل لكم الفيديو دون إعداد دون أي شيء، ما في قلبي أقوله. ثم نمر إلى الدرج الحديدي، فهو من أفضل ما ترى على الإطلاق. كلمة حديد وحدها نزلت فيها صورة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يدل عن القوة، يدل على أنك ستجد في حياتك من يدعمه، من يقف جنبك، من يواسيك، من يساعدك، ويعني بأمر الله يكون لك سبب في علو شأنك. أنا لحد الآن أتحدث عن الصعود. الرخامي إخواني الكرام يدل على الغنى والثروة والرفعة بين أهلك وجيرانك وأحبابك وكل من يعرفك، يعني هذه تفاصيل يعني مميزة. ثم يأتيك شخص يقول لك رأيت نفسي أني أصعد في درج كهربائي. أنا أقول لك أخي الكريم أنك لن تشقى بعد ذلك اليوم، إن صدقت رؤياك لن تشقى، وهي رفعة وهي تحول سريع في حياتك إلى الأفضل بإذن الله، وخاصة إذا كانت الوجهة التي تصعد فيها معلومة. فمثلا يأتيك شخص يقول لك رأيت نفسي أصعد في درج كهربائي مجهول، فهنا يجب أن نراجع الحسابات ونسأل الشخص هل أنت مريض، هل أنت كذا 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 كذا، يعني فيها تفاصيل، قد يكون قرب أجله وسريع.
وإن قال لك مثلا رأيت نفسي أني صاعد في عيادة أو صاعد لمحامي أو صاعد يعني لأدرس أو أخذ شيء في جامعة أو شيء، فهي يدل على وصوله وتحقيق أهدافه دون تعب بإذن الله، لأنه لن يكلفه إلا ضغطة زر ويصعد بإذن الله. على العموم إخواني الكرام، الدرج كما قلت لكم بصفة عامة يدل، الآن سنحوصل، على علو درجات الإنسان، على تقدم السنين التي سيحقق فيها أهداف. إذا كان في الدرج كسر أو توقفت في درجة من الدرجات ولاحظتها، فيدل على بعض التعطيلات في حياتك. كسر في درجة يدل على سنة قد تتعطل فيها أمورك لا قدر الله، وبعدها إن شاء الله إن اجتزتها ستجتاز، وإن لم تجتزها فسيظل ابتلاء حال واقف، فالله يطمئنك أن بعدها سيقع فرج، يعني عليك بالعمل. إن شاء الله يكون الأمر كله واضح إخواني الكرام. يقول لي الرأي رأيت نفسي جالس في درج أو متوقف في درج، فتدل على توقف الأمور، والجلوس في الدرج ليس في كل الحالات أنه يدل على أن حالك واقف، قد يدل على أنك ستعيش فترة من حياتك يعني في استرخاء وانسجام تام مع نفسك ومع ربك إن شاء الله. قلت مع نفسك ومع ربك لأني أعرف ماذا أقول إخواني الكرام. النزول من الدرج، النزول إخواني الكرام من غير سبب دائما يدل على تدهور الأمور، لأنك نازل في النازل. يقولون يعني بعض المفسرين أنه يعني سترتبط بشخص إذا كان معك أو تتزوج أو كذا، يعني كيف للزواج أن يكون فيه نزول؟ واضح أم لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رددنا فقلنا اهبطوا منها، يعني شوفوا إخواني يعني اهبط يعني هبوط، يعني دائما يدل على الدنو، يعني يدل على الذل بعد العز، يدل على يعني ربما فترة في حياة الإنسان قد تتدهور الأحوال، قد ينقص ماله، ولكن إن كان بصحة جيدة فإن شاء الله هذا يعني لا يبشر بسوء حال، لا بالعكس هو ابتلاء، هو ابتلاء لكي يرفع به الله درجاتك ودرجات كل مؤمن بإذن الله. إن شاء الله يعني دائما تأتيني الأفكار، ممكن يعني في المستقبل نخصص فيديوهات أخرى عن الدرج. حاولت أن أحوصل لكم بصفة عامة ما يدل عنه الدرج. إذا إخواني الكرام، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفيديوهات مفيدة لكم، ليس يعني أنك تسمع التفسير تطبقه على نفسك. يا إخواني، فرق من شخص يعطيك معلومة بأدق تفاصيلها، وفرق بين شخص ينسق ويلصق لك، نسخ ولصق، كوبي كولي، درج علو تعطل هكذا، لا لا والله العظيم. لو تطرح عني أنت رؤية أو غيرك يطرح عني رؤية، سأسألك هل في الدرج أعمدة ترتكز عنها؟ هل في الدرج كان معك شخص؟ هل في الدرج كان معك شخص يعني تتمناه؟ كل هذه تفاصيل نزيدها في الرؤيا ونفسرها بتفسير دقيق بإذن الله، لأن رؤيا المؤمن في آخر الزمن لا تكاد تصدق. تقول لي من قال لك أن أنت نحن في آخر الزمن؟ نحن في آخر الزمن نظرا لما يجري من أحداث ما نراها يعني تدور من حولنا، وأهم حدث توقف الحج. إذن إخواني الكرام، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم ورضاكم، والرضا يأتي من عند الله إن شاء الله سميع العليم. على أمل أن نلتقي في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.